أمي في السودان في الإمارات كانت مربية جداد حمام وكمان أرانب. أيوة أرانب، وكلنا ما بنحب نشوف منظرها لم تجب تذبحها، لكن بنحب نأكلها كثير جدا جدا. أول حاجة أنا بغسل الأرنب دي بالليمونة كويس وبدعكه، وكمان بشيل من جوا الكبدة ولا يعني القلوب حقته، وبتأكد إنه بخيته كمان بخل التفاح عشان يشيل مني أي زفارة، وبعد كده دهنته بخل خليط من الملح والفلفل الأسود. يعني بعد ما صفى الدم بتاعه على المصفى دي، أنا برضو جبت ورق المطبخ وجففته كده كويس عشان الدموم، لأنه أنا هحشيه، وأنا طلبت الحقيقة من الجزار يسيبه لي كامل عشان أحشيه. قفلت الحشوة، كانت برغل بالرز المصري بفلفل أخضر وعيدان الخشب دي، وبتأكد أنها قفلت معايا كويس. في الحلة أنا عندي مستكة، 3 حبات مستكة عشان الأرانب، يعني زفرة، لومي، ورق الغار، وهبهان، وعود القرفة، وفلفل أسود، وكباب صيني. بسخن السمنة في الأول، ولازم أقدحه كده وأحمره بين الناحيتين، بدي لون جميل. بعد كده عندي المطيبات، كانت ثوم وبصل اللي هو شالوت وكرفس وجزر، وكمان كبشة من البقدونس، غمرته كده أو كبيت عليه والموية السخنة وخليته يغلي. بياخد تقريبا يعني 45 دقيقة، والشوربة صافية تماما جدا بعد ما شلت منها الريمة. الخليط هنا هي دبس الفلافل وفلفل وكزبرة وملح ودبس الرمان وسمنة، بدهنه وبديه حاجة بسيطة برضو من الشوربة حقته، وبغطيه بورقة الزبدة والفويل ودخله الفرن. وتعالوا شوفوا الأرنب طلع جميل جدا جدا، ولحمه اللحمة بتاعة الأرنب دي بتكون بيضة وما فيه أي زفارة، لأنه حمرناه بالمستكة ورق يعني الغار واللومي. وعليكم بألف عافية، كل سنة وإنتوا طيبين، إن شاء الله الوصفة دي تعجبكم.